أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها للحديث عن صفقات تبادل الأسرى بين الحوثيين والسعودية في الوقت الذي يتعرض فيه المختطفون المدنيون للإهمال والتجاهل. أطلقت ميليشيا الحوثي سراح أسير سعودي في وقت لا يزال فيه آلاف المختطفين اليمنيين في سجون خاضعة لسيطرتها في البلاد. المتحدث باسم التحالف العقيد الركن التركي المالكي قال إن الأسير السعودي موسى عواجي وصل إلى قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض مقابل إفراج المملكة عن 7 من عناصر الميليشيا. أوضح المالكي أن الجهود المشتركة لقيادة التحالف والمبعوث الأممي مارتن جريفيث نتج عنها إطلاق سراح الأسير السعودي لظروفه الصحية الصعبة ولعدم تلقيه الرعاية الصحية اللازمة لدى الميليشيا. في هذه الحلقة من برنامج زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى متى يظل المختطفون المدنيون في سجون الحوثي؟ ولماذا لا تضغط المنظمات المحلية والدولية للإفراج عنهم؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. في سجون مظلمة وتعذيب مستمر تمضي عليهم الأيام والأشهر والسنوات، هكذا هو حال المختطفين والأسرى في سجون الحوثي الذين يعانون فيها الإهمال والتجاهل والمعاملة القاسية. آلاف من المعتقلين في سجون الحوثي قامت الميليشيا باختطافهم من منازلهم ومقرات أعمالهم، ولا يزالون في ذات السجون منذ 4 أعوام. وفي الوقت الذي أطلقت ميليشيا الحوثي سراح أسير سعودي وفقاً لصفقة جرت بين قيادات الميليشيا والمملكة العربية السعودية، لا يزال المختطفون المدنيون في السجون وسط تجاهل محلي ودولي وإهمال كبير لملفهم. المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي قال إن الأسير السعودي وصل إلى الرياض مقابل إفراج المملكة عن 7 من عناصر الحوثيين. لم تكن هذه الصفقة الأولى بين الحوثيين وأطراف غير الحكومة الشرعية، فقد أجرى الحوثيون صفقات تبادل أخرى مع تنظيمات مسلحة كتنظيم القاعدة، وهو ما يفسره مراقبون بالتقارب والتشابه بين الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية المختلفة. مئات المختطفين المدنيين وأسرى الجيش قتلوا من شدة التعذيب في سجون جماعة الحوثي المسلحة في ظل غياب شبه تام للمنظمات الحقوقية، وهناك من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان لم تكتفي بتجاهل انتهاكات جماعة الحوثي بحق المختطفين والأسرى، وإنما ذهبت لإشغال المجتمع الدولي بقضايا جانبية أخرى، وهو ما يصفه مراقبون بالعمل الانتهازي والمتاجر بالقضايا الحقوقية على حساب حق الأبرياء. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن تنضم إلينا من عدن. أمت السلام الحاج، رئيسة رابطة أمهات المختطفين. أرحب بك السيدة أمت السلام. ضعينا في بداية الأمر على آخر تفاصيل أوضاع المختطفين في سجون ميليشيات الحوثي. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. ما تزال آلة القمع الحوثية وجماعة الحوثي في انتهاك مستمر للمختطفين وتعذيبهم ومنعهم من الدواء وعدم تعريضهم إلى الشمس وحتى القتل تحت التعذيب رغم الاتفاق الذي حصل في السويد، وهذا الذي يعانيه المختطفون في السجون الحوثية، يستمر وتستمر المعاناة الشديدة لهؤلاء المختطفين. طيب، في سياق عملية التبادل بحسب اطلاعكم، هل هناك تبادل السجناء كما تسميه الأمم المتحدة؟ هل هناك أي جديد في هذا الملف؟ كلما تواصلنا مع اللجنة المكلفة من الشرعية يقولوا أنها ما زالت تدرس القوائم وأنهم ما زالوا مستمرين في دراسة القوائم هذه التي أنكرها الحوثي و فيها ملاحظات كثيرة، وهم أيضا يردوا هذه الملاحظات يعني رعاية أممية
هذا الأمر الذي جميع الأمهات منتظرات لهذه المصداقية التي نأمل أن تكون في المستقبل. وبقي معنا المفروض 4 أيام لتطبيق وتحقيق هذه الاتفاقات والبدء في الإجراءات الحقيقية والسليمة للتبادل كما ذكروا. حتى أن المختطفين عندما زاروا بعض الأسر سمح لها بالزيارة لأبنائها يسألوا هؤلاء المختطفين يقولوا خلاص يعني إحنا مؤملين أننا سنلتقي في شيء قريبا. وهذا الأمهات وهؤلاء الأمهات متشوقات لأبنائهم وينتظرين هذه اللحظة. ف تلاعب كبير جدا بهذه القضية وعدم المصداقية من قبل جماعة الحوثي بشكل كبير جدا. طيب في هذا السياق سيدة أم الحاج أمت السلام عفوا، هل هناك أرقام لديكم أنتم في رابطة أمهات المختطفين تفصيلية حول أعداد المختطفين وتم رفعها من قبلكم للحكومة الشرعية؟ طبعا رفعنا لهم كشوفات متعددة وفصلناها، فصلنا هذه الكشوفات كشف بالمرضى وعلى ذكر المرضى لأنه كما ذكر في التقرير أنه تم تبادل مريض سعودي في هذه الفترة وكانت الرحمة والإنسانية من قبل كما يدعون. معنا 160 مريضا وقدمنا بهذه الحالات وهذا الكشف قدمناه لرئيس الوزير الخارجية وقدمناه للأمم المتحدة للوفد المشاركة والمفاوض. قدمنا هذا أنه هذه لابد ما تكون هؤلاء كبادرة أولى في إخراج هؤلاء الناس المرضى أولا. وإذا بنا نسمع أنهم يخرجوا عن مريض سعودي ونحن نشد على أيدي الناس في هذا من هذا القبيل ونقول هذه بادرة طيبة أنه يخرج هؤلاء المرضى، لكن هذا مريض واحد ومعنا 160 مريض داخل المختطفات والسجون التي تديرها جماعة الحوثي ولم نستطع أن ندخل الأدوية إلى هؤلاء المرضى أو نخرجهم لمعالجتهم أو نخرج عنهم. فلماذا الكيل بمكيالين بهذا الجانب؟ الأمهات أصبحنا يقولون نتمنى أن يكونوا أبناءنا أبناء جالية كذا وأبناء جالية كذا، يعني هذه المفارقة العجيبة. أيضا قدمنا كشوفات ب 2600 مختطف بالنسبة للذي وثقناهم توثيقا كاملا وموجودين في سجون الحوثي. أيضا ملف الصحفيين قدمناه ملف متكامل. أيضا الملف الذي ملف للمختطفين الذين يتم محاكمتهم محاكمة هزلية 36 وبعدين 16 و26 وكل هؤلاء قدمنا هذه الملفات التي من قبلنا لهذه اللجان وما ندري هل تم التعامل معها بمصداقية بحقيقة. كلهم يبدو تعاونهم وكلهم يقولوا أنهم متجاوبين معنا لكن ما ندري ما صحت ما يطرحوا. أرجو أن تتفضلي بالبقاء معنا السيدة أمة السلام الحاج. أرحب بمن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد أمين الخديري مدير عام حقوق الإنسان برئاسة الوزراء. أستاذ أمين، يعني في سياق الحديث عن عمليات التبادل وسياق الحديث أيضا عن عملية تمت بالفعل هي إطلاق ميليشيات الحوثي سراح أسير سعودي مقابل كما يقول التحالف 7 عناصر من الميليشيا، كيف تفسر نجاح هذه الصفقات التبادلية بين الميليشيا والطرف السعودي التحالف وعدم نجاح إلى الآن نتحدث الصفقات التبادلية ما بين السجناء اليمنيين بينهم بين أنفسهم؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. أولا ألو تفضل أستاذ أمين. المعتقلين الذي تم اعتقالهم من الشباب اعتقلتهم جماعة الحوثي لا بواكي عليهم من الجهات الرسمية، أنا كلمات من لا بواكي عليهم من الجهات الرسمية.
ثانيا هناك التحالف هو الذي سعى لهذه الصفقة التبادل بالأسرى السعوديين، بالرغم من هناك قرارات دولية تلزم الحوثي بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وزير الدفاع وقحطان وغيره، فيهم قرار دولي. ثانيا أن المعتقلين الذي تم اعتقالهم من قبل الحوثي تم اعتقالهم من منازلهم ومن الطرقات ومن أماكن أعمالهم. أما المعتقلين المعتقلين من جماعة الحوثي لدى الشرعية فهم جماعة مقاتلين كانوا يقاتلون في الجبهات وشاركوا في قتال الشرعية ضد الشرعية. المفروض هذول الجماعة الحوثي أن يحالوا إلى المحاكمة. اليوم الحوثي، أنا قبل ما نصل إلى الموضوع الذي أنت تريده، اليوم الحوثي يقدم جماعة تلو الأخرى للمحاكمات. ألو تسمعوني؟ أتفضل أستاذ أمين. ألو نسمعك بشكل واضح. اليوم الحوثي يقدم جماعة تلو الأخرى من الشباب للمحاكمات، وهذه جماعة لا تلتزم لا بقيم ولا بأخلاق ولا بعادات ولا بأعراف. اليوم لما يقارب 4 سنوات والمعتقلين خلف القضبان. اليوم الشرعية وللأسف الشديد لم تحرك ملف هذا أمام المحاكم المحلية حتى والدولية بتهمة الانقلاب على النظام الجمهوري، هذا من جانب. أما ما صدر في المحادثات الذي في السويد بإطلاق المعتقلين والتبادل لإطلاق المعتقلين، فالعرب يحاورون إسرائيل منذ عام 48، ولم يخرجوا إلى نتيجة. وهؤلاء سيتم محاورتهم وعقد مشاورات والمشاورات ولن يخرجوا إلى نتيجة. الحوثي هو يطلب من هذه المحادثات هو الوقت لترتيب أوراقه، أما أنه سيفرق لن يفرق على أحد. والدليل على ذلك أنه إلى اللحظة وهو يقوم بتقديم شباب إلى المحاكمات وهناك آذان من طين وآذان من عجين من قبل الأجهزة القضائية التي لدى الشرعية لم تقدم أي من المعتقلين للمحاكمة في المحاكم الشرعية، رغم أن هناك محاكم في مأرب لم تمكن المحكمة ولم يمكن القضاء من أداء واجبهم. نعم أستاذ أمين. طيب نعم أسمعك، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. أرحب بمن ينضم إلينا من لندن الناشط الحقوقي الأستاذ براء شيبان. أستاذ البراء، العديد من المختطفين يعيشون تحت التعذيب المستمر، بينما نسمع هذه الأيام عن أو سمعنا بالأمس عن إطلاق ميليشيا الحوثي لسراح أسير سعودي، يقول التحالف أنه تم إطلاقه مقابل 7 عناصر من الميليشيا، كيف تنظر إلى هذا الواقع؟ نعم، إطلاق الشخص الذي يبدو أنه كان مريض من الناحية شيء مطلوب والمهم. الإشكالية أن هذه هي الحالة، ليست الحالة العامة، يعني هذه حالة فقط تتوقف لدى الأسير، ثم البقية الحالات التي هي الحالات التي تعاني من البقاء في السجون لفترة طويلة، الأمراض المزمنة، التعذيب الذي يخضع له، لم يتم بذل أي جهود. وجزء كبير من الإشكالية أن المبعوث الأممي للأسف الشديد أنه منذ شهر ديسمبر وهو باع الوهم لناس لأهالي المعتقلين، وكان يعتقد أن المسألة هي مسألة يعني أيام قليلة يعني أو شهر بالكثير وسوف يتم إطلاق سراح المعتقلين، بالرغم أن التجارب المدينة مع جماعة الحوثي تدل على أن الجماعة كانت فقط تستخدم هذه المباحثات، يبدو أنها فقط كانت لورقة واحدة وهي إخراج الجرحى والعناصر الذي كانوا يريدوا إخراجهم من صنعاء، وهو ما قام به المبعوث الأممي. عدا ذلك كل الملفات متعثرة، ملف المعتقلين الذي كان المفترض أن يكون هو أسهل الملفات. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ البراء. أعود إلى السيدة أمة السلام الحاج من عدن. السيدة أمة السلام، يعني في سياق أريد أن أخذ منك معلومة أو تأكيد لخبر يقول أن الحكومة خصصت مستحقات مالية لكل من أهالي المختطفين، لكل مختطف، هل هذه المعلومة صحيحة؟ نعم، تابعنا هذه المنحة لدى
المالية ووزارة حقوق الإنسان، وتم الاعتماد وصرفت لمدة شهرين ثم توقفت لأسباب روتينية، وإن شاء الله بإذن الله هذا الشهر بإذن الله تعالى ستستمر هذه المنحة المالية. متى تم صرفها؟ تم الصرف في شهرين سابقين، شهر 6 والسنة الماضية شهر 8 تقريبا. فهذه الإجراءات مستمرة، وما زالت رابطة أمهات المستضعفين تتابع مع وزارة حقوق الإنسان مشكورين في استكمال هذه البيانات الخاصة بالمستضعفين واعتماد المستضعفين، وعملنا شغل كثير على هذا الجانب وأثبتنا أنهم موجودين وتوكيلات للأسر وغيرها. ثم إن شاء الله بإذن الله على أساس أنه سيتم الصرف في خلال هذه الأيام القادمة بإذن الله تعالى لشهر 12، وتبقى المتأخرات سنتم متابعتها إلى أن تصرف جميعا لهذه الأسر. هذا الشغل الذي قامت به رابطة أمهات المستضعفين مشكورة مع وزارة حقوق الإنسان، وكان التعامل جيد وطيب في هذا المجال، ولا يقول الإنسان إلا الصدق من خلال تعاملنا مع الوزارة، وهذا نستطيع أن نقوم به ومشكورين على ذلك. في نقطة التي أود أن أذكرها أنه ما زالت هناك التعذيب والقتل تحت التعذيب في هذه السجون، في سجون الحوثي، ونحن نناشد الجميع وخاصة الأمم المتحدة ودول التحالف والسعودية وغيرها، مثلما أخرجوا ابنكم نقول للسعوديين مثلما أخرجوا ابنكم حاولوا أن تخرجوا وتساعدونا في إخراج أبنائنا، فهذه أيضا حالات إنسانية، كانت حالة إنسانية المختطفة السعودية والأسير السعودي، وأيضا أبناءنا حالاتهم إنسانية وشديدة الإنسانية حتى ينقذوهم قبل أن يخرجوا مشلولين أو فاقدي الأهلية، كما سبق الذي خرجوا من قبل، خرج مجموعة من السجون وهم معاقين لا يستطيعون الاكتفاء بنفسهم، وحالات مرضية ومرضى نفسيين وغيرها. إحنا عندنا أمل كبير، لا نقول أنهم لن يصدقوا، عندنا أمل كبير أنهم سيصدقوا ونتمنى أن يصدقوا. وإذا لم تصدق الأمم المتحدة والعالم هذا كله، فمن سيصدق إذن؟ إذن هناك أمل كبيرة بإنفاذ هذا الاتفاق. أشكرك سيدة أم السلام الحاج رئيسة رابطة أمهات المختطفين، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. بالعودة إليك سيد أمين، في هذا السياق ما هو الدور المناط بمنظمات حقوق الإنسان في الدفع بشكل أكبر تجاه إنفاذ هذا التبادل وهذا الملف وتحريك العجلة فيه؟ ولنا الشكر، كل الشكر لرابطة أمهات المعتقلين أمهات المختطفين التي تحملت الكثير والكثير يعني وأوصلت صوت المعتقلين إلى العالم. أما ما دور المنظمات المجتمع المدني فهي يعني لم تكن بالشكل المطلوب، بعض المنظمات لم تؤدي الدور المنوط بها إلا ما ندر. ثانيا يا أخي الحوثيين، أنا فيما يخص إطلاق سراح المعتقلين، هذه يا أخي هذا كلام مفروغ منه ولن يتم التبادل، لأنها جماعة الحوثي هي الآن يعني تناور بهذه الورقة. إذا كان اتفاق السويد قد فشل أحد بنوده الأولى وهو يعني إخراج الحوثيين من الحديدة وموانيها، فهل سيتم إطلاق المعتقلين؟ فهذا نوع ضخ من الخيال. إن قبول الشرعية أولا بمفاوضة هذه الجماعات الانقلابية هو رضوخ لهذه الجماعات. اليوم المعتقلين يعانون الأمرين داخل سجون الحوثي، ممنوع من أبسط الحقوق التي كفلها الدستور والقانون. اليوم الحوثي المعتقلين شربوا من المجاري وحرموا من العلاج والأدوية والأكل والأطعمة.
هذه جماعة لا تلتزم بأي مبادئ وقيم أو أخلاق. ألو، معك أستاذ أمين. يعني هناك من يتحدث على ضرورة إبقاء الأمل لهؤلاء المختطفين الذين يأملون ويقولون لأهاليهم في نهاية المطاف أنهم على أن يطلقوا المعتقلين. نحن نعرف أن هناك أسر معهم العائلة الوحيد وأمهات يبكين وزوجات وبنات يبكين على أب، لكن هذه جماعة ليس لديها قيم. اليوم الشرعية تفاوض بهذا الجانب، تظهر الشرعية بصورة عاجزة عن إظهار هذا الملف للمجتمع الدولي ممثلة بوزارة حقوق الإنسان. اليوم إيش عملوا لهذه الجماعة، لهذا الشباب المعتقلين اليوم يعانوا من أمراض نتيجة ما تمارس عليهم هذه الميليشيات من أبشع أنواع التعذيب لم تمارسه حتى إسرائيل في سجونها. وقد نقلت لنا الصورة بشكل كبير من قبل السيدة أمة السلام الحاج. أشكرك أستاذ أمين الخديري مدير عام حقوق الإنسان برئاسة الوزراء، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. بعودة إليك أستاذ براء، يعني المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث قال إنه يرحب بقيام الحوثيين بإطلاق السراح غير المشروط للأسير السعودي المريض والذي سيقوم الصليب الأحمر الدولي بنقله من صنعاء إلى الرياض، ويأمل المبعوث الخاص في المزيد من المبادرات الإنسانية من الطرفين. لكن المتحدث باسم التحالف قال أن عملية الإفراج هذه كانت مقابل 7 عناصر من عناصر الميليشيا. كيف تقرأ تصريح المبعوث الأممي؟ أنا أعتقد أن المبعوث الأممي يعني يحاول أن يغالط الواقع يشهده كل للأسف الشديد. يعني أعتقد المفارقة أنه على سبيل المثال كان إسماعيل ولد الشيخ ربما لم يستطع أن يحقق اختراقات كبيرة خصوصا في نهاية أمره، ولكن كان واضح على الأقل، يعني كان صادق أمام اليمنيين وكان واضح في التحديات التي يواجهها في التعامل مع جماعة الحوثي. مارتن جريفيث مشكلة أنه يعتقد لا زال في وهم أنه إذا فقط استمر في مغازلة ومداهنة تقطع عليه إسماعيل ولد الشيخ، والوقائع أعتقد هي التي تكذبه. يعني الاتفاق أنه إطلاق سراح غير مشروط، وبطبيعة الحال واضح لأي متابع بسيط أن إطلاق السراح هو إطلاق سراح مشروط، وبمقابل سبعة من عناصر الحوثي وغيرها من الملفات. يعني خصوص يعني فقط كون أنه لم يستطع حتى هذه اللحظة أن يطلع حتى على الحالة الصحية للمعتقلين حتى الذين هم مذكورين أو مشمولين بقرار مجلس الأمن، يدل لحاله أن يعني هذه لحالها تدل على أنه لم يستطع أن يحقق الاختراق الذي هو يعني يعتقده. ويبدو أنه حتى اتفاق السويد الذي تم توقيعه في طريقه إلى الانهيار، واعتقد انه هل يشمل ذلك ملف المختطفين؟ لان يعني هل تتفق مع السيد الخديري عندما قال ان الحوثيين لن يعني ينفذوا هذا الاتفاق، ام لديك جانب من الامل في سياق يعني في يوم من الايام ان يحدث هذا التبادل؟ يعني الاشكاليه هو يعني دائما السؤال ما هو المقابل. أولا المعتقلين الذين لدى جماعة الحوثي يعتبرون معتقلين، يعني لديك مدنيين ولديك سياسيين وعسكريين على مستوى كبير جدا. في المقابل من هم الذين بيد الحكومة الشرعية؟ وإذا كان الحوثيين فعلا مهتمين بهؤلاء الأسرى الذين هم بيد الجيش الوطني، الحوثيين يعني يرموا بالمقاتلين بالآلاف، لا يكترثوا بالآلاف. فدائما السؤال هو ما هو السؤال، والنقطة الأخرى يعني هل الاتفاق صح معتقلين سوف يعني سوف يحقق للحوثيين بعض المكاسب الذي كان ربما يطمح في الحصول عليها؟ الواضح انه لا. والنقطة الأساسية التي يبدو انها كانت فقط معرقلة لهم مسألة اخراج الجرحى وبعض العناصر الذي كانوا يريدوا اخراجهم من اليمن، وهذا الذي تم، ويبدو ان هذا الذي حققه من هذا الاتفاق.
أشكرك إذن الأستاذ برا شيبان الناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمن وتحيات الزملاء في طاقم العمل الفني والتحريري في أمان الله.